معاه دلوقتي وعرفت كل حاجة. ما تعيطش، عيب الراجل يعيط. ليك حق، خلاص مش هعيط ابدا. دي مشكلة بسيطة قوي قوي يا وائل. يعني انت لو كنت كلمتني قبل ما تخش تريح شوية بعد الغداء، انا كنت كلمتها قدامك وقرصت لك ودنها. احنا ما عندناش بنات ما تتحملش مسؤولية. يا سلام يا سلام يا عمي، انا ارتحت قوي قوي. تخيل حضرتك، انا ما رضيتش اتصرف اي تصرف الا ما اقعد مع حضرتك. وده تصرف كويس قوي منك، لان انا طبعا هتصرف بطريقة تانية خالص غيرك. عشان كده في البلد عندنا يا عمي يقولوا اللي ملوش كبير يشتري له كبير. اطمن خالص، غيره عندك مشاكل تانية؟ ألا انت هنا يا توفيق؟ زهقت من القعاد فوق، قلت اتمشى افكر. على الله ما تكونش في حاجه ناقصاك. ده يبقى بطر يا زوبة، عاوز ايه اكتر من كده؟ الحمد لله انك انت راضي. انت عارف يا توفيق النهارده الثلاث يوم المقابله، وانا هكون عند جليله ومان، بس يا ريت ما تتاخريش قوي. حاضر. ليه، في حاجه مهمه؟ لا ابدا، بس عشان تقعدي مع البنت المسكينه اللي فوق قاعده طول النهار لوحديها. من عينيا. ايوه صحيح، عملت ايه في الاوراق اللي انا اديتها لك؟ اوراقي دراسات الجدوى. بصيت فيها. ادي مرتبي، وادي حساب الكهرباء والميه، وادي ايجار الشقه، وادي حساب المطعم بالشهر. حاجات بسيطه جدا بالنسبه للمرتب. ما شاء الله ما شاء الله، انت كده بيفضل لك مبلغ كبير قوي. كبير قوي يا عم. اتفضل بقى، ادي فاتوره التليفون، شوف يتفضل لي كام من المرتب. يا معقوله بتستهلكوا تليفونات بكل القيمه دي؟ ألفت يا عم هي اللي بتستهلك كل التليفونات دي. ده سفة. الحمد لله اديك قلتها. وانت ازاي تسكت على حكايه بالشكل ده؟ انت بتتغرب وتشقى عشان تكسب مصلحه التليفونات؟ قلت لها ما خلصتش لا منها ولا من طنط. هي طنط عرفت بالحكايه دي؟ وكان رايها فيا ان انا بخيل وقيحه وجلده. الله الله الله، دي الحكايه كبرت بقى. عموما انا هتصرف في الحكايه دي بطريقتي، بس اديني فرصه اول ما انزل مصر اشوف وجهه نظر جلد الايه، ما دام عرفت. بس انا عندي حل، انا لو مكانك كنت عملته، لانه نوك اوت. شيل الخط الدولي، الباب اللي يجيلك منه الريح شيله واستريح. بس انا ما اقدرش اعمل كده، لان ألفت من حقها برضو انها تكون على اتصال بيكو، واحنا في غربه يا عم. التليفون عملوه عشان خاطر كده بس بالعقل. ايه ده احنا فينا برضو دماغ للزريق والزعيق وقله الذوق ديت؟ يا اختي امسكي لي الكتاب ينفعك، جابكم الهم. هو انا ما باخدش منكم غير القرف والدوشه؟ ها الو يا جلجل، وحشتيني من الظهر، يا ترى عامله ايه من غيري كده؟ لا 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 طبعا مش هتاخر. كويسين خالص، شقتهم ظريفه قوي، اول ما تشوفيها هتحبيها خالص. هو احنا كنا اتفقنا على ايه؟ لا 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 ناسي ايه، لا ناسي ولا حاجه، بس فكريني كده. لا فاكر طبعا. لا لسه ما قلتلوش، بس هقوله. وانا هخاف منه زي ما اتفقنا بالظبط؟ امال انا جاي ليه؟
يا شيخة لا بيتخانقوا ولا حاجة، دي مجرد مداعبات بسيطة بين الزوجين. حاضر حاضر. لا فاهم يا حبيبتي، فاهم. اجيب لك حد من الولاد يكلمك؟ طب 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 هخليهم يكلموكي بعدين. مع السلامة يا حبيبتي. عندها ضيوف في مصر، احنا ناسين ان النهارده التلات. اه صحيح، ده النهارده التلات يوم المقابلة، ازاي ما افتكرناش؟ بفرح قوي قوي لما بسمع صوت مامي. الا يا عمي، يوم ما فطمت وألفت كان عندها كم سنة؟ حضرتك فاكر ولا؟ فاكر طبعا، الا فاكر دي كان عندها تقريبا سنتين سنتين ونص. انما ليه السؤال ده؟ اصلي نفسي افطم ابننا او بنتنا يعني بدري قوي قوي يا عمي. يا اخي ابنك وانت حر فيه، بس الشرع قال عامين. انت مش قصدك تقول ان انا لسه ما اتفطمتش؟ واذا كان عاجبك. لا عاجبني عاجبني قوي، حظي كده. يا ترى يا عمي طنط كانت عايزه حاجه؟ ما هي هي دي بقى المفاجاه. ان شاء الله وانا نازل مصر مش هنزل لوحدي، يعني لو ما كانش عندك مانع اخد ألفت معايا مصر تولد. طبعا ما عندوش مانع. مانع ايه؟ لا بقى عندي مانع ونص. معقولة اللي انت بتفكر فيه ده؟ ده رشاد بيخرب، اكيد بيخرب، والكمبيوتر اللي في مخه فاوت كمان. طب مناهج كانت قدامك طول السنين اللي فاتت. اللي انت بتقوله ده تكون صدقته؟ يمكن الصداقة والألفة ما خلوكش تعرف حقيقة مشاعرك ناحيتها. مشاعر ايه بس اللي انت عايز تثبتها عليا دي؟ حتى لما رشاد جه يقول لي ان هو بيحبها افتكرتها نكتة. انت بس اللي كنت شايل من دماغك فكرة انها واحدة ست ممكن تحب وتحب، بس الحقيقة. اسمع اسمع بقى، الكلام ده انا مش عايز اسمعه منك تاني ابدا، حتى لو كان بيني وبينك. وبعدين هي بتحبه فعلا. ايوه بتحبه، انا سمعته في كلامها وشفته في عينيها. وحتى لو الكلام اللي انت بتقوله ده له اي اساس، تبقى عرفته متاخر قوي قوي لدرجه انه ما بقالوش اي لازمه. بطل خيابه بقى، روح شوف اختك ولا ابوك، هم دول اللي محتاجين لك اكتر دلوقتي. انا اذنك. بس انت بتحبها تنكر تنكر. هاخدك على بوزك. اقفل. ادخل. اي اوامر؟ حركتك قرع، اقفل الباب وتعالى قول اللي في نفسك. اصل في الحقيقه انا اصل كنت زهقان بقول لك ايه، ما عادش في وقت اللف والدوران. عايز تقول حاجه قولها على طول. حاضر. احنا دخلنا في الجد. بصراحه انا قلقان من اللي بيحصل ده. لانك مش عارف تفسيره. انما اطمن، كل شيء ماشي طبيعي. اللي بيحصل ده طبيعي؟ وحسب الخطة المرسومة. أكتر من كده مش هقدر أوضح، أعذرني. طب بابا كنت عايز أطمن على حاجة، يعني حضرتك لقيت خرم الإبرة اللي كنت بتدور عليه؟ لا، ده أنا لقيت خرم قد كده، 2-3 مليون خرم في بعض. مش بقول لك ربنا ما بينساش عبيده. أموت وأعرف جات إزاي دي بقى؟ هتفهم قريب كل حاجة. دلوقتي عايزك تتفرج وانت ساكت، يمكن تتعلم لك حاجة تنفعك في دنياك. يلا ورايا. على فين؟ هتتفرج على مشهد جديد، بس مش عايز اي تعليق منك. طب اعرف حتى المشهد ده ايه؟ شوف، لغاية دلوقتي كنا بنتفرج على رواية سخيفة الستات بتعمل فيها اللي هي عايزاه، لكن من دلوقتي الرجالة هتنزل الميدان وحنشوف كلام الستات ولا كلام الرجالة. ورايا. اتفضل. وديني جبتها لك على بلاطة، وامها بنفسها بتقولك مش عايزة تشوف وشك بعد كده. سوري طنط رجاء، لا يمكن تقول كلمة زي دي. هي قالتها رشاد، وتحب اسمحها لك بودانك اهو. تبقي انت اللي استفزتيها وخليتيها تقول كلمة وحشة زي دي. انا عارف اسلوبك. انا يا رشاد؟ طب نجوم السماء اقرب لك من البت دي، ويا انا يا هي. ماما صدقيني انا زعلان قوي علشانك، زي ما خسرتي بنتك الوحيده هتخسري ابنك الكبير. رشاد انت اللي بتقولي انا الكلام ده؟ انا مش قادره اصدق وداني.
مالكم بتزعقوا كده؟ صوتكم طالع على الشارع. مفيش. لا بقى في اهم في الملف اللي معاه. كنت فاكر ان موضوعنا اهم من اي ملف يا ماما. موضوعنا نقدر نتكلم فيه في اي وقت. اتفضل اقعد يا توفيق. تعرفي ان المشروع بتاعكو مش بطال؟ مش قلتلك طموح جريء؟ المشروعات الكبيرة لازم تكون كده. انا كنت واثقة انه هيعجبك. يستاهل ان الواحد يشجعكم ويساعدكم. يبقى اتفقنا. انت هتعمل اجراءات التحويل. تحويل ايه؟ الودايا علشان نشغل بيها المشروع كده على طول. مش لما نتفق الاول؟ نتفق على ايه تاني؟ ما احنا اتفقنا خلاص. لا ما اتفقناش على الشكل. هجيب الودايا على اي اساس؟ عندهم فين يعني؟ في المؤسسة. هي دي مش تبقى مؤسستك؟ يمكن في اليافطة بس، وحتى دي في آل زائدة. دي حتى تبقى عيبة في حقي، انا مدرس لغة عربية. نبقى نصلح اليافطة يا سيدي. لا في حاجات كتير لازم تتصلح، مش اليافطة وبس. شوفي، علشان ما نلفش وندور حوالين بعض، انا هجيب الودائع على حساب المشروع، المؤسسة خليها لك، بس بشرط. ايه هو؟ نعمل عقد بيننا وبين بعض، وده طبعا على الورق بس، واخش بنص المشروع. تبقى بتحلم يا توفيق بيه. عايزتلها في مشروع بخمسين مليار جنيه عشان المليونين بتوعك؟ انت فاكر نفسك بتكلم مين؟ يبقى خسارة ما اتفقناش. الملف بتاعكم اهو، ويا دار ما دخلك شر. مع السلامة. استنى عندك. ايه تاني؟ رايح فين؟ احنا لسه ما خلصناش كلامنا. انا بالنسبة لي خلاص، اصل مع الاسف ما عملتيش بيزنس معايا قبل كده. انا لما اقدم عرض ويترفض يبقى خلاص، اي كلام تاني يبقى عرض جديد وشروط جديدة. هو ايه الاسلوب ده؟ انا عمري ما سمعت عنه قبل كده. ده مبدأ يا ست هاني، اللي يوافق اهلا وسهلا. انا احب اللي يمشي معايا دغري، يا يا لا، وهي مرة ما فيش غيرها. طب اسمع بقى، اذا كنت فاكر ان انا مزنوقة في المليمين اللي عندك تبقى غلطان. رشاد حالا دلوقتي ممكن يوري لك العروض اللي جات لنا من المؤسسات العالمية والبنوك. يلا يا رشاد. لا اقعد يا رشاد، ملوش لزوم، انا مصدقك. شوفوا المشروع ده 100,000 اهبل يتمنوا يرموا فلوسهم فيه. وانت بقى يا ناصح خايف منه ليه؟ لا انا مش خايف، بس مش متحمس. سياحة يعني؟ مالها سياحة؟ استثمار المستقبل. ما قلناش حاجة، بس السياحة بأحوال. النهاردة في السماء، بكرة مين عارف، الجو ممكن يأثر عليه، السياسة. شوف يا هانم، أنا لما قلتلك إن هخش في المشروع ده بالنص، كنت بديلك فرصة عمرك عشان تخش في المشروع بالنص التاني. إنما مع التمويل الأجنبي حصتك مش هتوصل 10%، وده في أحسن الأحوال. عن إذنك. كلامه مظبوط 100%. البجع يا رايق انت، انا عايز الناس الرايقه قوي. ده وقته يا ماما. يلا يا ماما. يا ماما يا ولا مالك مسروع على ايه انت راخد؟ ما عاد الراجل خلاص خلاص، ما انا جاهزه اهو. طيب جهزي قرشين ولا حاجه، يمكن يعوز فلوس.
خلاص يا حبيبي مجهزه، عامله حسابي واخده له معايا عزتك. ايه مش كفايه؟ لا كفايه قوي. انا نفسي افهم ايه سر الاوضه دي، تخرجي منها معاكي كام باكو فيها كنز؟ اسكت بقى ما تفكرنيش. الكنز قال، او على راي المثل خد من التل يختل. فداكي وفدا رمزي، وان شاء الله خير. ان شاء الله ربنا هيجيبها على خير وتغور الفلوس. انا خلاص يا اخويا ما عدتش بشتهيها، ويلا قدامي. يا ناهد، لو حد سأل علينا احنا عند المحامي. لا هو بابا مش هيروح معاك ولا ايه؟ ابوكي خلاص ما عادش طايق سيرة المحامي ده، زي ما يكون حد عمل لهم عمل هما الاثنين. الو، اهلا، دي سوزي صاحبتي. الو، ازيك يا رشاد؟ لا دي ماما ومجدي. تصور حصلت حاجه غريبه خالص، اول ما رن تليفونك وجيه لقيت ماما ومجدي واقفين عند الباب، مش عارفه بدون مشعر ولا حس كده. قلت لهم حاجه، قلت لهم دي سوزي صاحبتي. ده معناه يا ناهد حاجه واحده بس، انت حاسه انك بتعملي حاجه غلط يا ستي. يمكن يكون في السبكونشس، في اللاشعور، وده بقى اللي انا كنت خايف منه. احنا علاقتنا صريحه وواضحه ولازم تكون في النور يا ناهد. انا مش عارفه عملت كده ليه. ها على فكره يا ناهد، انا سعيد جدا انك قاعده تسمعي دلوقتي الصوان ليك. اه طبعا، من ساعه ما رفعت السماعه حتى كنت فاكر انها من عندي من هنا. قولي لي بقى، انا ايه رايك فيها؟ ها يا سلام. على فكره يا ناهد، انا كان نفسي اقول لك نفس الكلام بتاعك بالظبط على الشرايط اللي انت بعتها لي، بس الحقيقه لسه بدرسهم. اه معلش. طب يا ناهد هسيبك بقى مع سوان لي، وتصبحي على خير. شويتين اتأخرت عليكم فيهم، كنت بطمن على أدق التفاصيل، والحمد لله كله تمام. ما تشغلوش بالكم بأي حاجة. ربنا يطمن قلبك يا أستاذ. ما تتصوروش المجهود المضني اللي أنا عملته عشان أخلي الجلسة كمان يومين، لأن لو سبتها للرول هتاخد لها 3-4 شهور على الأقل. إيه ده؟ هو الواد يفضل محبوس؟ اوه ده اذا ما دخلناش على العطلة القضائية. قولي للسنة الجاية. وموت يا حمار. على رأيك، بس احنا برضو لينا اساليبنا، احنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا. انا مش عارفة من غيرك كنا هنعمل ايه. ما هي دي مهنة النجدة والمروءة يا ماما. والله انت خليتني اندم اني حولت من حقوق. يلا لو استمريت في كلية الحقوق مش كان زمانك عملتهم على قلبك. ما قلتليش احنا مطلوب مننا حاجة دلوقتي يا استاذ. لا ولا حاجة يا مدام رجاء، كفاية صاحبتك واخدة على خاطرها قوي مني، حاسة ان احنا كلفناكوا كتير. على العموم لو احتجت حاجة احنا تحت امرك. فوتنك بألف عافية. ألف سلامة. أهلا وسهلا. وحط في بطنك بطيخة صيفي. مع السلامة أستاذ مجدي. فرصة سعيدة جدا. اللي بعد. أهلا. اتفضل. الله، أوام كده، ده أنتوا ما شفتوش القهوة. هنشربها شربات إن شاء الله بعد الجلسة يا سمبوسة. إن شاء الله، وقلبي معاكوا على ما يعدوا اليومين دول. إيه؟ انا مش فاهمه حاجه. ربنا يقرب البعيد يا ست رجاء. وهتقولي سمبوسه قال ايه بقى؟
قال لي ايه لمؤاخذه المختصر المفيد يا ست رجاء، انت عاوز ابنك يطلع من الحكايه دي زي الشعره من العجين. طبعا. وانا بقى عندي السكه اللي هي وبلا افيه عاوز اخدم. الله، انت بتقول ايه؟ انت كده مخولتني. الله، هو الاستاذ مش ناوي يحضر الجلسه ولا ايه؟ الاستاذ ده سكه وانا سكه تانيه خالص، وارجوكم الاستاذ ما يعرفش اي حاجه عن الموضوع ده والا هتقطعوا عيشي. معاش ولا كان يا اخويا اللي يقطع عيشك، بس السكه سكه ايه؟ السكه يا ست رجاء، هو القضيه دي ايه؟ مش عباره عن ملف في محكمه؟ ها؟ الملف ده افرضي انه اتسرق، اتحرق بجاز، هيبقى في حاجه اسمها قضيه؟ طبعا لا. وانا عندي بقى اللي يجيب لك الملف لحد عندك، وانت بايدك دي اللي هتشك وادي الكبريت وتحرقيه. قلتوا ايه؟ طب يا اخويا مستني ايه؟ استني بس يا ماما، والاجراء ده قانوني؟ القانون قال بس كده يبقى غلط. استنى انت بس يا مجدي اللي تلعبه غلبه. بقول لك ايه سمبوسه، نعم. الحكايه دي فيها خطوره، وهي لو فيها خطاره يا ست رجاء كنت قلت لك عليها. دي حكايه كده ما بيني وبين اتنين موظفين في المحكمه. يا سلام، ولما الحكايه سهله قوي للدرجه دي كانت الناس بتغلب روحها ليه؟ لا 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 لا، هو يعني اي حد؟ ده للحبايب الغاليين قوي، وبرضه كله بتمنه. مش قلتلك؟ استنى بس انت يا مجدي دلوقتي. الله، هو في حد بيعمل حاجه كده بلوشي؟ قول لي يا سمبوس. ايوه. الحكايه دي تتكلف قد ايه؟ والله عشان خاطرك انت بس يا ست رجاء، وعشان خاطر الاستاذ مجدي ما يزعلش، 5 بواجي. 5000 جنيه؟ ودول اجره الافنديه اللي هيخلصوا الموضوع. ولما ابنك يرجع ان شاء الله بالسلامه حسنتي هتبقى عندك كمان. ما تسكت بقى يا مجد، خليني اعرف افكر. طب لو قلنا عايز الفلوس دي امتى؟ والله الجلسه بعد يومين، وخير البر عاجله. بس انا مش عامله حسابي دلوقتي. وماله، خليها بكره الصبح، بس اول ما البنك يفتح. لا، بنك ايه؟ انت لو جيت معايا دلوقتي البيت ممكن اديهم لك، بس انا بقى خايفه لا تتاخر على استاذك. استاذ مين وبتاع مين؟ احنا عاوزين مصلحتك. طب بقولك ايه، الحكاية دي ما فيهاش خطارة عليك يا سمبوسة. خطارة؟ خطارة ايه؟ يتحرق المكتب. ربنا يخليك ليا. يلا بينا. طز في حضرتك وفي ارقام حضرتك. البيزنس الحقيقي عايز خيال مش ارقام. المشروع ده مشروعنا، والفلوس اللي بره برضو فلوسنا. لو جبت البيض، قصدي الودائع اللي بره، وحطيتها في المشروع اللي جوه، يبقى حطيت كل البيض في مشانة واحدة. تقصد باسكت، سلة واحدة؟ مشانة. البيض بيتحط في مشانة، وبطلوا بقى الترجمة الحرفية بتاعتكو دي. بس أنا برضو ليه حق عليك يا أستاذ مختار. يا نهار، مش فات حق إيه؟ يا أستاذ مختار، انا تلميذك النهارده بقالي 12 سنه بتعلم منك. تلميذي؟ تلميذي في ايه؟ علمتك شغل الثلاث ورقات والاوانط، مش كده يا اخي؟ خلي الطبق مستور. بس ده ما كانش رايك يا استاذ مختار. كنت عبيط؟ لا لا لا، كنت بستعبط. وانت قد انت كمان بتستعبط وانت بتسالني السؤال السخيف ده. طيب البيوت المفتوحه على حس التصاريح دي ذنبها ايه؟ اها، جبت المفيد يا حبيب. اوعاك يا تكون فاكر ان انت بتخدم ابنك وانت بتاكله من حرام، ده انت بتسمم بدنه وبتهري مصارين. الواحد بيعمل كده بخاطره، ما هو من قلة. ايش على قدك يا اخ، بلاش يا اخويا الفيدي، بلاش الموكيت. يا استاذ مختار، الحاجات دي النهارده بقت من الضروريات. يا سلام، من الضروريات ولا شفت جارك اللي فوق منك جابها وانت عايز تجيبها انت راخر؟ ما كل واحد عايز يحسن من وضعه ومستواه. يبقى من جيبك. الله، من عارك، مش من عارك غيرك، وإن أسفقناكم. يعني ده رأيك النهائي يا أستاذ مختار؟ لا يا أخي، أنا ماني عارف، إنما برضو يعني يمكن. يمكن إيه؟ يعني في أمل ترجع لنا؟ Very very good news. رد هيئة الاستثمار على المشروع اتصدر بتاريخ النهاردة. الرد النهائي أنت متأكد؟ لسه دلوقتي حالا واحد صاحبي مكلمني من هناك بالتليفون، قال لي إنه لا. قال لك إيه؟ الرد إيه؟ لا، هو الحقيقة ما قاليش على التفاصيل، لكن قال لي إن الرد اتصدر بجواب توب سيكريت وإنه في الطريق، وقال لي أطمن خالص، سمعة المشروع عندهم كويسة جدا. يا رب يا رشاد، يا رب. يعني خلاص دخلنا في الجد، بس خسارة.
كان نفسي قوي فلوس بابا تكون معانا، كانت هتفرق بالنسبه لنا كتير. وهي هتروح فين؟ انا مقتنعه ان المشروع ده لازم يبتدي كبير قوي. اوكي انت مقتنعه، هو مش مقتنع. معلش ما يهمكش، ساعتها انا هعرف اجيب منه الفلوس ازاي. انا كنت فاكر كده، لكن للاسف لما اتكلمت معاه امبارح لقيت. انت اتكلمت معاه؟ يعني ما قلتليش. ما جاتش مناسبه، وبعدين هو كل ما اكلمه لازم اقولك. لا بس بحاجة مهمة زي دي المفروض انك تقولي. ها وقالك ايه؟ هو شرح لي وجهة نظر واقتنعت بيها ازاي معرفش، رغم ان الارقام والكمبيوتر بيقولوا غير كده، بس ده ظهر لاننا ما عندناش خيال كبير. يعني اخر كلامه كان ايه؟ رفض يجيب الودائع من برا. ولو انا لا يمكن يكون عندي المبلغ ده مرمي في البنوك واروح ادور على ممول عشان يلهى في المشروع. ما تشغلش التليفون. ادي عيب المناصب الكبيره، تصوري عشان اخد اجازه عرضه يوم لازم اعينه واحد بالوكاله بدالي. ماله الارشيف؟ حاجه تقرف. ناس وش فقر. انا خلاص خدت موافقه الشؤون الاداريه على النقل. مصدي والدكتوره ابتسام وافقت لك على طول كده؟ لا، ما انا انتهزت فرصه انها غايبه يومين وقدمت الطلب وخدت الموافقه عليه. فاضل الموافقه بقى اللي هيجيبها لي السيد الوالد من عندهم وانفذ في نفس اليوم، مش هستنى بقى حد يسيب الدكتوره ابتسام اللي مقابلتها ترد الروح ويروح لشريف اللي يقطع الخميره من البيت. انا مال انا ومال شريف ولا ابتسام حتى؟ انا راجل موظف صغير قد كده، اقدر اكلم الوالد؟ لا، انا قلت لا يعني لا. ويكون في علمك بقى ابوك النهارده ما نزلش وراح المصلحه الا عشان خاطر الوالد بتاعك. يعني فاكر بقى؟ يوه، ولا سيسمبوسه ده راخر، ده راح كده قال عدولي لا حس ولا خبر، مش كان يتكلم يقول عمل ايه؟ اكيد بيتصرف. ابن منهوري بيه، اهلا وسهلا يا فندم. تحب حضرتك ابلغه حاجه؟ ايوه يا فندم، انا المدام، وحضرتك كمان عارف اسمي. اهلا وسهلا يا فندم، اي حاجه انا ممكن ابلغها له. زي ما تحب حضرتك، انا تحت امرك. على العموم توفيق بيه هيكون موجود بعد ساعه. مع السلامه. ايه ده حضرتك؟ كان ناقص تقولي له؟ لازم تقولي. عاوز تقول له ايه؟ قولي، ما تعرفش حد اسمه الدمنهوري؟ اعرفه منين يعني؟ يكون ابوك جاب سيرته قدامك. دي اول مره حتى اسمع الاسم ده، ليه؟ كان دمه تقيل قوي، بقول له بلغني اي حاجه. يقول لا، لما يجي هبقى اقول له. شورت بيزنس مان، واكيد مش هيقول لك اسرار. انت عارف الحكايه كويس. والله انا خايفه لا يكون بيتنسب عليه ويضيع القرشين في شربة ميه. وسط وسط، ما تقولوش على التليفون. اوكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه الرضا السامي ده؟ أكيد أمكم حاطت له الطلب دلوقتي. أنا هنسى الإهانة دي علشان أنا النهاردة مبسوطة أوي أوي أوي. الله، غريبة أوي. وإيه اللي بسطك يا زوزة مع إن النهاردة بنشوف التلات؟ شوف بقى يا سامح، الموضوع اللي هقوله لكم ده ما ينفعش هنا، لازم أقوله في أوضة المكتب. المكتب؟ دخلنا في الجد المفيد. اتفضل، ما تجريش على رزقك، اتفضل قدامي على أوضة المكتب. يلا يا أولاد. قدام. اهلا بك يا توفيق، انا موافقه على الشرط بتاعك وتخش شريك ب50%. ده القمه، اندماج آل التوفيق، الهيدلاينز في جميع الجرايد. بس بس بس، خليكم فاكرين المبدا اللي قلت لكم عليه، كلام جديد بشروط جديده، لازم نكون واضحين. ايوه طبعا. 50% في ايه بالظبط؟ في المشروع السياحي، اطمن. لا ما ينفعش. شروطي الجديده 50% من المؤسسه زائد المشروع، وبرضو يا يا لا من غير زعل. طبعا. وتفرق ايه؟ مش كله كلام على الورق زي ما قلتم؟ انا قلت كده فعلا. سامح. ايوه يا زوزه. مش تاخد اختك عند الدكتور صبري زي ما اتفقنا؟ شفت؟ انا بتزحلق. وبتزحلق بايه؟ بصنعة لطافة. وطبعا ما اقدرش افتح بقي وما اقدرش اتكلم لاننا اتفقنا على كده. عموما قلبي معك. ما تخافش علي، بس برضه المفروض ما كانش لازم تنسى ميعادك مع اختك. يلا يلا، حاضر، شد حيلك.
ايه الكلام الجديد ده يا توفيق؟ انا فكرت كتير في العرض بتاعك، حتى اتكلمت عنه مع ابني ده وهو عارف رأيي. المشروع فيه مخاطر وفين لما يجيب عائد، انما وجودي كشريك في المؤسسة ده يشيل ده والامور تمشي احسن. انا ما عنديش مانع ابعت اجيب المليمين على هذا الاساس، 50% من مؤسسة توفيق التجارية. رشاد، ايه رأيك في الكلام ده؟ دي اغرب مفاوضات مرت بيا، بس عموما انت لازم تقبلي لانه كله كلام على الورق زي ما بيقول. وبعدين انت عارفه كويس ان احنا محتاجين الفلوس اللي بره دي. ده بعيد عن شنبك وشنب ابوك، انا كنت بقول كده بس عشان اعرف انت مع مين فينا، ودلوقتي عرفت. قبل ما تقولي كلمه بفكرك بالمبدا بتاعي، اذا رفضتي يبقى العرض بتاعي انتهى، وما تجيش بعد كده تقولي لي انا موافقه. اي كلام جديد يبقى اتفاق جديد وبشروط جديده. مش محتاجين نتكلم يا توفيق بيه بعد ما ظهرت نواياك، ظهر انك بتحلم. اديك شاهد، هي اللي رفضت. المفاوضات جاريه، محدش عارف هتوصل لحد فين، لكن كل المؤشرات بتؤكد ان زوزة ابتدت تقدم تنازلات. ليه برضو معرفش. اتفضلي بقى قومي عشان اتاخرنا قوي على مشوارنا. سامح، انا مش هروح للدكتور. ليه يا سهير؟ انت تعبانه ولا ايه؟ احب اتصل بيه خليه هو اللي يجي. انا حاسه اني مش محتاجاه له النهارده. ايوه بس برضو يشوفك احسن. انا مش عارفه انت محكم رايك كده ليه، انا هكون مرتاحه اكتر مع مامي. وهنا الرعايه الصحيه يا ألفت على اعلى مستوى، والدكاتره متابعينك من اول الحمل. وهناك برضو في دكاتره وعلى اعلى مستوى. وفوق ده كله برضو في مامتها، ما تنساش انها بكريه وبتولد لاول مره، وجودها جنب مامتها مهم جدا في الحاله دي. الكلام ده يا عمي لو حالتها الصحيه تسمح بكده، انما ظروفها الصحيه ما تسمحش، والدكاتره منعينها من الحركه عشان تحافظ على الجنين. يبقى ازاي بقى يا عم اسمع لها تركب الطياره وثلاث ساعات كمان؟ ها ازاي الكلام ده يا مامي؟ ده بيبالغ. هم قالوا لي بلاش تعملي مجهود كبير وبس. بس بس يا ألفت، وبعدين ده كان في الشهور الاولى، لكن انا دلوقتي مش حاسه باي حاجه. يا شيخه بطلي بقى لعب العيال ده وكبري شويه. طب لما انت مش حاسه بحاجه راقده في السرير ليه؟ طب لعلمك بقى، انا في اخر زياره للدكتوره قالت لي انت بقيتي كويسه وتقدري تتحركي طبيعي، بس انا ما رضيتش اقول لها. ما رضيتش تقول لي؟ عامله لهم فجاه؟ لا، قلت خليني شويه عشان البيبي يظبط اكتر. طبيب نفسك يا عمي برضو؟ خلاص بقى يا وائل، هي ادرى بحالتها يا اخي عشان خاطري. معلش يا عم ما تزعلش مني، لو في اي موضوع تاني انا كلامك لا يمكن اكسره لو على رقبتي، انما في الموضوع ده اسف ما اقدرش. انا خلاص الفار ابتدى يلعب في عبي. يا بختك، انا الفار اديله ساعه مكلبش في نافوخي. يا مصيبتي، هيكون ايه اللي جرى بس يا اخويا؟ والله مش عارف. مش عارف ايه اللي حصل. ارجوك، انا مش عايز اتكلم خالص. لا لا، اعمل معروف. نورني نورني يا اخويا، اله ربنا ينور عينيك. قولي يكون حصل ايه؟ والله ممكن، جايز. الله لا يقدر يكونوا كشفوهم ومسكوهم. يا مصيبتي يا مصيبتي، يعني قضية تانية. اسمع ما اقولك، بقولك ايه، احنا لا شفنا سمبوسة ده ولا نعرف ولا نعرف شكله ولا اسمه ولا حاجة، ده لو سألونا. وجايز يمكن، وده الاغلب، ان يكون فص ملح وداب وتبقى الحكاية نصبة كبيرة. لا 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 لا، ما يعملكش، الراجل باين عليه طيب وابن حلال ومصلي. انا عارف، انا عارف ايه اللي جرجر رجليا معاكي في الحكايه دي. مش عارف انا، مع اني انا حاسس من الاول عندي احساس بان في حاجه غلط. يا مصيبتي يا مصيبتي، وتسيبني اتدبس فيها لوحدي. اخص عليك يا مجدي. انا اخص علي انا؟ ايوه. معرفش والله ايه اللي نساني، مش عارف ايه اللي مسك لساني وتحرم بالي ان انا اقولك. مش يمكن دلوقتي نبص نلاقيه بيخبط علينا وداخل علينا وفي ايده الملف؟ لا انا مش هسكت، انا مش هستنى، انا هروح مكتب المحامي وهاخد عنوانه. ما هو لازم يكون لي عنوان، انا هجيبه من تحت ضغطي الارض. استنى عندك هنا، استنى عندك هنا. انت عايز دلوقتي تروح لوحدي وتسيبني هنا عشان اطق من جنابي؟ لا، رجلي على رجلك. لا انت هتستني هنا، الموضوع ممكن يكون فيه مشاكل وتتطور وتوصل لخناقه. ان شاء الله يكون فيها دم.
فوت قدامي يا واد. يلا اتفضلي تعالى. اهلا اهلا يا ست رجاء، اتفضلوا استريحوا. الاستاذ بس عنده زباين. لا اصلا احنا مش جايين للاستاذ النهارده، احنا كنا كده معديين بالصدفه فقلت اطلع اطمن بس على اصل الجلسه بكره. بقول لك ايه، هو سمبوسه فين؟ زمانه جاي، اي خدمه؟ لا هو في الحقيقه اخ جمعه، احنا كنا عايزين الاخ سمبوسه شخصيا يعني. امسك يا راجل امسك. خيرك سابق سعاده البيت. كلام في سرك، سمبوسه الزار طفش من امبارح، موريناش وشه والاستاذ هيتجنن منه. جايز يكون في المحكمه ولا حاجه؟ يعني برضه ست رجاء هيروح المحكمه من غير ما يمر على المكتب؟ باين عليه فلسعه. فلسعه يعني ايه؟ كلام في سرك برضه يا هلم. هو كان معاه فلوس من امبارح عشان ورطها في خزينه المحكمه. ها؟ لا ورط فلوس ولا ورانا خلقته. لا ما هي باينه. طب والله يا خدمة إنسانية يا أخ جمعة، يا ريت تدينا عنوان الأخ سمبوسة عشان عايزين نزوره. كان غيرك أشطر يا سعادة البيت. الأستاذ بعت له برضه الصبحية وما لقاهوش في البيت، وطلع إنه عزل ولا حد يعرف عنه أي حاجة، والأستاذ عمل له محضر في الاسم. يعني إيه يا أخويا؟ إيه يا مجدي؟ اتنصب علينا؟ أنت شايفة إيه؟ اتفضل. إن شاء الله هطمنك أول بأول. مع السلامة. الله، مدام رجاء هنا، انتوا هنا من بدري؟ لا ابدا، ده احنا اصلنا يعني مفيش حاجة ابدا يا استاذ. لا مفيش حاجة ازاي، اتفضلوا جوه ونتفاهم في كل حاجة. اتفضلوا. حاضر. اتفضلي مدام رجاء. من فضلك انا برتب نفسي دلوقتي على اساس موافقة هيئة الاستثمار. يا ترى اجهز فاكس للشركة اللي قدموا عروض للتمويل، ولا اعمل حسابي ان فلوس بابا هتكون جاهزة معنا؟ المسألة محتاجة القرار سريع، بس للأسف القرار مش بتاعي. طب سيبني أفكر شوي. نو أي أم سوري، مفيش وقت للتفكير. أنت عارفة أنه ابتداء من دلوقتي الوقت يعني فلوس ماني. خلاص يبقى مفيش شركة، والمشروع يبقى بتاعي أنا لوحدي.